بداية أستطيع الجملة، لسنا عربا ولن نكون عربا يوما، ولا نريد أن نكون عربا. هي ليس فقط، هي ليس فقط مسألة تاريخية، مسألة إرادة أيضا. لسنا عرب، لم نكن عربا يوما، لسنا عرب اليوم، ولن نكون عربا غدا. وفوق كل هذا وذاك، لا نريد أن نكون عربا، نريني ذي عربا، لا نريد أن نكون عربا، لا يشرفنا أن نكون عربا. نحن نأتي من حضارة عظمى، لماذا سنخرج ونترك حضارتنا لنرتمي في حضارة شاربي بول البعير، لنرتمي في حضارة خيام الرايات الحمر؟ هذيك الشمس سري الدنيا ذين شلاو سناها فديوها، ايذون حالا غايم غير يا البريد تعفس ما ذي يما، افغى ما نصرت الثيرة ثنوى مغثر مسن في دموحة، ايث ما ورن قبا عطاسي تفغى ثاركي ما زال الخير عرسان عن قصة نشطح الدنيا ولا عش حد السدوى آيات البطل ثوما لحت من ذاني انس مراول حلاوي ونصري عطاس ونصري سكين صرين وانا نحل فيا سيد ذكي انت الخير مرحبا يبقى زمان.